ذكر النهاردة أستغفر الله. الاستغفار يا جماعة عملية جميلة قوي. أنت عارف يعني إيه؟ أنت يعني إيه بتستغفر؟ يعني بتستعرض شريط حياتك، كأنك بتعمل سكان لحياتك، بتعمل جرد، فين الخلل؟ أين الخطأ في علاقتي مع الله؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فلوسي؟ لا الحمد لله فلوسي حلال. طيب ها علاقتي بأبويا وأمي؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لا الحمد لله أنا راضي ليهم. طيب فين في 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 خطأ ما في حياتي؟ أستغفر الله. أيوة أنا عندي الخطأ ده، أستغفر الله أستغفر. فهمتوا يعني إيه الاستغفار؟ الاستغفار كأن اللسان بيقول أستغفر الله، والعقل بيفتكر التقصير في حق الله، والقلب بيقول له سامحني. كان رسول الله يستغفر في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. النهاردة عايزين إيه؟ عايزين نذكر. تمسك سبحة أو على سبحة إلكترونية أو على صوابعك، السبحة للتسهيل، وتبدأ تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يلا يا جماعة في بداية رمضان نعيش مع الاستغفار، ونمسح ذنوبنا ونتوب إلى الله كأننا بنقول له بداية جديدة معك يا رب. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.